الابتدائي. حسن، في ندوة الشهر الماضي تناول الأستاذ عدنان بيضون سيرة أحد شعراء جبل عامل الذين عاشوا وماتوا في محرابه وعلى ذكره، وهو المرحوم الشاعر حسين صعب. واليوم يطيب لنجده الأخ الكريم الأستاذ وسام صعب أن يقدم بعض النسخ من ديوانه حفنة من رمال، وهي موفرة في مدخل القاعة رجاء لمن عنده نسخة يغض نظره. كما يهمس البوح، كما يهمس البوح ما في الصدور من رؤى وأحلام، وكما يعكس زرقة البحر ما تكنه الأعماق من جماليات وكنوز، يطل علينا الفنان زياد نصر في الفقرة الفنية التالية بأغاني فيروزية من ألحان الرحابنة وكلمات شعراء أندلسيين. تفضل يا أستاذ.